صباح الخير اخوان. المهم بيت في هاد البلايصه هادي، الكيطون ديالي في هاد البلاصه كما كتشوف اخا جماعه، بارطاج الشبع تداويه. ايه برزطوني البارح الكلاب، ما خليهمش الناس، انا في المول ديال الناس. عانيت في الطريق تقريبا اللي ديال واحد السيد، يعني تقريبا 60 كيلومتر، هي راه وقال اكثر من تيداس طلع. صراحة عانيت بزاف البارح، تندفع و تنركب تنبيضة في العقبة و تنعاود عاوتاني نركب. ملي كنلقى شي حدورة ولا كنلقى الأرض عاوتاني مواطية، كنعاود نركب و تنطلع عاوتاني شي طلعات، فهمتي؟ كان شي طلعات. المهم دابا انا في اكل، قريب لاكل موس، باقي تقريبا شي 30 كيلومتر هكاك اكل موس، ان شاء الله نزيد الخنيفرة. الشتا بقى تداوية، وباقي الشتا دابا الشتا رقيقة، ولكن غادي نشوف كيفاش ندير باش ميبزكش ليا الخيمة، ميبزكش ليا، نخليها تسحى واحد شوية. غادي نلبس الكومبليزو ديالي، هو هذا هو الكومبليزو ديالي، هذا هو الكومبليزو غادي نلبسو ديال الشتا. البارح فزقت كامل، يعني كنت معول جاي على حساب الصيف، وتخشى لي يعني فزقوا لي الحوايج. هذا هو الكومبليزو، هذا هو الكومبليزو، الساك ديال البيكالا تا هو فزق، السبر ديالها فزقات، هاد الجاكيطة هادي ولات فازقة، والله العظيم متعصراتي يخرج منها الماء. المهم ان شاء الله تسعشت شويه ونكمل الطريق ديالي، للخنيفرة. وخرا الشتا غادي غنطل حتى نخرج من البلايصه باش نوريكم فين بعيد. نوريكم عا فين بعيد الاخوان، اوه هذاك الساعه ان شاء الله فين بيت البيس اللي بيت فيها القويض. هنا هذا هو القويض من البارتاج ديالي، الطبيعة الجبال البيس اللي بيت فيها. معايا غلا، ودابا التوقيت الاخوان كما كتشوفوا دابا 6:18. الاخوان كنت كنوريكم المكان اللي بيت فيه، يعني هذوك راه داك الدار اللي كتبان صغيره تما فين بيت، يعني في ديك الجهه تقريبا شي ساعه وشي اقل شي شويه ولا ساعه وشي شي شويه، يعني وانا طالع في الجبل مره نركب مره نقود، وجا واحد السيد في هاد بعد هاد المكان هذا او في هاد المكان هذا، لا واقع لي ربي فت هاد المكان هذا واحد شويه، فجا واحد مول كامي سولته قلت له شحال باقي، قال لي باقي 6 كيلومتر.
الاخوان السلام عليكم، هذه هي مريرت. اجي مع السيد عنده واحد الطوموبيل، الله يكثر خيره، هو تاهو دار فينا واحد البليزير، تاهو جابنا الطوموبيل ديالو. هذه هي مريرت. شنو قلتي لك البلاصه اللي دزنا عليها؟ شنو قلتي سميتها؟ ها تيغزا جبل عوان. تيغزا جبل عوان، دزنا على البلاصه الاخوان سميتها تيغزا جبل عوان، ولكن للاسف الكاميرات ديالي بقات وحده لاصقه في البيكاره، وحده مديوره في الساك اللور، مع قهرتني العقبه بزاف. هذاك الشيء علاش دابا كنصورها بالتليفون. السلام عليكم اخوان، انا يلاه وصلت دابا المريت، يلاه حطني واحد مول الطوموبيل واحد شويه، داك اللي جيت معاه في دابا نوريكم الفيديو السابق. دابا راني في المريت، انا غنوريكم المريت وغنحط الكاميرا في البيكار ديال فيكسيا وغادي نتحرك فيها. هذه المريت، هذه الرومبا ديال المريت، مطعم مقهى ومطعم رام الله كما كتشوفوا. هذه مريرت.